السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم اليوم في الحديث عن المصاريف الإدارية للعمل الخيري والمصاريف الإدارية لنا عموما، ليست فقط في العمل الخيري. تحدثنا أمس في هذه المحاضرة باللغة الإنجليزية عن المصاريف الإدارية في العمل الخيري. كل عمل بيتعمل على وجه أو على معمورة الدنيا دي كلها له مصاريف إدارية. مفيش أي عمل نستطيع إن إحنا نقوم به إلا وليه مصاريف إدارية، سواء كان عمل إغاثي أو تجاري أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو ديني أو 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 إلى آخره. دي قاعدة ثابتة، مش حاجة إحنا نجتهد فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة التوبة: والعاملين عليها. العاملين عليها كان جزء من 8 أجزاء من مصاريف الزكاة، جزء من 8 أجزاء مصاريف. بعض العلماء بيقولوا يقسم على 8 يبقى 12.5%، والبعض بيقول قد تصل إلى أكثر من 12.5%، والبعض بيقول تقل عن 12.5%، لكن هي موجودة بقرار إلهي في مصارف الزكاة مش مصارف الصدقات. في مصارف الزكاة مش مصارف الصدقات، اللي هي الزكاة الزكاة الزكاة. في كل الأعمال ايه في لينا مصاريف إدارية فيها. اتفضل بعد كده. هنا المكان الوحيد، المكان الوحيد، المكان الوحيد، المكان الوحيد احنا ممكن نقول ان مفيش فيه مصاريف إدارية هو فين؟ الجنة ونعمها، لما ان شاء الله كل واحد منكم او من كل او كل واحدة منكن تدخل الجنة، فتأتيها الفاكهة متقشرة والعصير متقشر والفراخ والحمام وكذا 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 والبيت والراحة والنعيم، لان هناك في راحة ونعيم. في الدنيا في نصب وكبر، ففي الجنة هي المكان الوحيد اللي ما فيش فيه اي مصاريف إدارية، لان ربنا تكفل بها لينا، فلا نتعب ولا نفكر ولا يعني يحصل لنا اي اجهاد ذهني في الجنة. فإذا قلنا عايزين نتكلم بمنتهى الصراحة، لمن يتصدقون بما لا يعلمون، مفيش مصاريف إدارية في الجنة ونعيمها فقط، أما في الدنيا مفيش عمل فيها بدون مصاريف إدارية. خلاص؟ وإن لو أنتم مش عاجبكم كلامي إيه؟ ابعتوا لي رسالة. بالإنجليزي، بالعربي، بأي لغة. إيه أنواع المصاريف الإدارية؟ في مصاريف إدارية نقدية مالية، وفي مصاريف إدارية غير نقدية وغير مالية. إحنا عارفين النقدية والمالية دي، اللي هو الكاش. التانية العينية دي اللي هي التطوع، وعينية غير نقدية اللي انت بتتبرع بيها، زي العفش القديم، زي الملابس القديمة، زي الأكل اللي انت بتتبرع بيه، زي الستوك اللي عندك في الشركة بتاعتك وعايز تخلصه عشان تخلص من الضرائب بتاعته. كل هذه تعتبر ايه؟ نقدية عينية. وفي فكريه وتوجيهيه، ان انت بتحاول تدي بعض الافكار للمؤسسه دي، لابد نحسبها. واحد بيجي يتطوع عندك في المؤسسه، تحسب الساعه بتاعته بكام. واحد بيجي يديك مواد عينيه ليه، تحسبها بكام. واحد بيديك فكره جميله، تحسب قيمه الفكره دي بكام. واضحه مش واضحه؟ ابعتوا لي وانا ارد عليكم. يبقى الكاش عارفينه، وغير الكاش لابد ان يكون عندنا فكره عنه لكي نؤسس مؤسسات، مش نعمل جلسات كده مخمخيه وجلسات حزلبانيه وطلع اي حاجه في اي كلام وبعد كده نضيع الفلوس كلها. بعد كده ازاي بقى نحسب المصاريف الاداريه في العمل الخيري؟ اول ما نبتدي في مرحله التاسيس، ودي قد تستمر لمدة سنة أو أقل أو أكثر،
بيبقى اغلب العمل مفيش فيه مصاريف اداريه ماليه نقديه. لماذا؟ ان كل اصحاب الفكره جالسين ليل نهار بيحاولوا يولدوا ويحافظوا على ميلاد هذه الفكره الجديده، فالكل بيبذل فيها اي شيء من عنده. لذلك مرحله التاسيس لاي عمل، ها خاصه عمل خيري، بتكون المصاريف النقديه قد تصل لصفر. اما المصاريف العينيه غير الماليه اللي هي التطوع بيصل ل 100% واكثر. لاصحاب الفكره بيبذلوا فيها جهد جهيد لكي تولد الفكره وتنبت، ها هذه الفكره، وتتحول من فكره الى نبته ثم الى شجره ثم الى ثمار الى اخره. فدي مرحله التاسيس، وعلى حسب قدرتنا على التاسيس زي ما قلت ياخد 6 اشهر، سنه، سنه ونص الى اخره. بعد كده نخش بقى بعد ما يستقر العمل. ايه اللي تتحكم في مصرفنا الاداريه؟ الرقعه الجغرافيه وخصائص كل رقعه جغرافيه. الرقعه الجغرافيه وخصائص كل رقعه جغرافيه. احنا اسسنا جمعيه. الجمعيه دي كمسجد او كنيسه او اي دور عباده ثاني، يعني في الحاره بتاعتنا في جامع او في زاويه او في كنيسه او في مصلى او في كذا او في كذا او في كذا، ها؟ كل ابناء الحي بعاطفتهم الدينيه وقيمهم الاخلاقيه بينزلوا ويتطوعوا بكل شيء. فبتصل المصاريف الاداريه للجامع والكنيسه والمعبد الى 2-3%. لماذا؟ لان الحي كله واقف ورا المسجد، واقف ورا الكنيسه. الحي كله، وده الكنيسه بتخدم من الشارع ده للشارع ده، والمسجد بيخدم من الشارع ده للشارع ده. في كل شارع في مسجد، وفي كل شارع في كنيسه. تندرج تحت هذا البند المبادرات، لسه مبادره طالعه جديده برضك ترجع لايه؟ مرحله التاسيس. او الجمعيات اللي بتشتغل على مستوى الحاره والشارع. في جمعيه بتخدم شارع معين او حاره معينه، ممكن الانسان يمشي فيها من اولها لاخرها ويعرف كل البيوت وكل العائلات اللي موجوده فيها. بعض الناس بياخدونا للفكره للمرحله الذهبيه اللي عاش فيها الانبياء والرسل والصحابه والحواريين، ودايما بيقربوا المثل بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجتمع المدينه. مجتمع المدينه اولا كان مجتمع فاضل اخلاقيا قيميا، لانهم عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا الصحابه، والمجتمع الذي عاصر المسيح عليه السلام وعاصر سيدنا موسى عليه السلام الى اخره من الانبياء، وهو مجتمع من المجتمعات الفاضله. احنا لا نستطيع ان نقيس ما كان يعمله عمر رضي الله عنه او ابو بكر رضي الله عنه في مجتمعهم في المدينه بما يعمل اليوم على مستوى حي او شارع. عمر كان بينزل الصبحيه ويرجع بعد نص الليل ويمشي من اول المدينه لاخرها. حي من احياء جده، او حي من احياء القاهره، او حي من احياء عمان او بيروت. هل رئيس الحي يقدر يمشي من اوله لاخره يعني ويرجعه قبل ما يروح بيتهم؟ ما يقدرش. ان اختلفت المجتمعات، تعقدت المشاكل، فلذلك اصبح لما نيجي نقيس على مجتمع المدينه الفاضله ناخد قيم المجتمع، اما ميكانيكيه المجتمع لابد ان تتغير بتغير الزمان والمشاكل اللي احنا بنواجهها. يعني القيم اللي كانت بتقاس ايام عمر وابو بكر رضي الله عنهم والمسيح عليه السلام وموسى عليه السلام الى اخره، ناخد القيمه، اما ميكانيكيه العمل تختلف. تختلف 100% من هذا الزمن عن الزمن اللي احنا بنتكلم فيه. بعد كده لما نخرج عن مستوى الحي والقريه والمدينه، ها تزداد المصاريف الاداريه ل 3-5%، لان بدانا بقى ايه؟ عايزين يكون عندنا مكتب، وعايزين يكون عندنا بعض الاوراق، وعايزين نكون بعض يعني ايه واحد كده يعني كاتب جلسه يقعد يكتب لنا، واحد ياخد يسمع التليفون الى اخره. فبتوصل ل 5% تقريبا المنطقة دي كلها. والباقي ممكن نقول برضه تطوع، لأن ما زالت إيه؟ ما زالت نبتة فكرة الجمعية بتنبت ولم تستوي صيقان الشجرة
او عود الشجره بعد. على مستوى الحي والمدينه الصغيره، المدينه هي بنسميها تاون مش سيتي زي عندنا في القاهره او حاجه زي كده. لما بنخرج من مستوى المدينه الصغيره يعني القريه والحي، تطلع المصاريف الاداريه من 5 صلح دي مش صفر دي 5 من 5 لـ10%. ليه؟ ان اصبح في كهرباء بتدفع، اصبح في ايجار بيدفع المكتب، اصبح في موظفين متفرغين، اصبح في مراسلات، اصبح في مواصلات. فعلى مستوى المحافظه بتطلع من 5 لـ10%. المحافظه دفعه كبرت. بعض الاحيان قد تكون المحافظه كبيره فتزداد اكثر من 10%. واضحه الامور؟ كلما ازدادت الرقعه الغرفيه لعمل الجمعيه، كلما ازدادت المصاريف الاداريه اللي بتصرفها الجمعيه لكي تصل المستحقات لمستحقيها. طيب تحتاج لتفرغ. تحتاج لتفرغ. ماديه ايدي. تحتاج لتفرغ. لا ماديه عينيه مثلا. عينيه. طيب اللي بعد كده. على مستوى الوطن. مثلا وطن زي الاردن في كم محافظه؟ لبنان كذلك، مصر كذلك 26 محافظه، اليمن 24 محافظه، السعوديه تخيل السعوديه دي كلها واحده جمعيه شبه مستوى السعوديه بالمساحه الكبيره بتاعتها، او ليبيا او الجزائر او السودان بكل الطرق والمشاكل اللي موجوده في السودان، لن يقل المصاريف الاداريه فيها ما بين 10 لـ15%. ده على مستوى الوطن. وقد تزداد في اماكن يكون صعب العمل فيها زي السودان، في بعض المناطق بعيده، السودان كبيره وطرق المواصلات صعبه لنقل المواد العينيه من الف لب لج لد، تاخد لك مثلا يوم او يومين بالعربيات. فده بالنسبه لايه؟ على مستوى الوطن من 10 لـ15%. اما في العمل الدولي فحساباته مختلفه تماما. ولو رجعنا لعصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما حصل فيه اللي هو القحط او اللي هو الرماد، عام الرماد، لما سيدنا عمرو بن العاص قال له انا هبعت لك قافله اولها في القاهره وفي الفسطاط و يعني اولها في هتوصل المدينه واخرها ايه في الفسطاط عندنا بعد جمال مثلا. لو تخيلوا بقى لو سيدنا عمرو بن العاص بعت 500 شاحنة أو 1000 شاحنة تريلا 40 طن، هتتكلف الشاحنات دي قد إيه عشان تنقل المواد الغذائية من القاهرة أو الفسطاط للمدينة؟ مش دي مصاريف إدارية؟ الجمل ده مش بياخد فلوس، بيأكلوه، في واحد بيرعاه إلى آخره. فبالتالي العمل الدولي بنتكلم عنه بيخرج عن نطاق العمل الوطني. فلا يقل عمل دولي على الاطلاق في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي حالا عن 15%. فجماعه مفيش مصاريف اداريه دول ليسوا بصادقين. جماعه 0% ليسوا بصادقين. وانا اتحداهم. ومن اراد ان يتحداني فليكتب لي. واتحداهم على الملأ. مش في حاره سد. والشيخ أو العالم الذي يعتقد أنها يفتي في هذه الأمور لن تقبل له فتوى إلا إذا جلس مع أهل الحل والعقد في العمل الإنساني. حينما يسمع لمن يعمل فيبني فتواه على علم ليس على قراءة فقط. قراءة جيدة لكنها ليست كافية في المجتمعات المعقدة وفي المشاكل المعقدة والمركبة. مفيش فتوى بالتليفون أو فتوى بالسوشيال ميديا، لا. تقعد مع الناس اللي فاهمة الشغل ده وتقول لك دي أبعاد العمل الدولي، فيرجعوا يقولوا لك على هذا الأساس إيه رأيك؟ تفتي على علم من ذوي الخبرة في العمل الاجتماعي. لا تقل عن 15%. قال بتزداد. اما جماعه الصفر دول مفيش مصاريف اداريه، دول مدلسين يريدوا ان يجمعوا الاموال
وبيخشوا في معركه في تنافس على جمع المال. بيقول لك انا ما باخدش، انا باخد 0%، وده بيقول لك لا كلهم كذابين، حاجه اسمها 0%، وانا بقولها كاذبون. ومن اراد ان يواجهني على الملأ فانا موجود في اي مكان في العالم. بعد كده طبعا ليه العمل الدولي والعمل على مستوى الوطن؟ لان محتاجين متخصصين متفرغين مهنيين حرفيين. الاموال بتبقى بالملايين، ازاي هتجيب بعض الناس ما عندهمش فكره عن اي شيء؟ واللي يقول لك ادي لك دعم بدون مصيبه اداريه، قول له مش عايز فلوسك. تعلموا ان في يوم من الايام تقولوا للمانحين هؤلاء خلي فلوسك عندك اصرفها انت. من غير مصيبه اداريه لا 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 يستقيم العمل، سواء كان في العمل الوطني او العمل الدولي. يبقى احنا اتكلمنا عن العمل الدولي من 15 ل 20%، 15 ل 20%. مناطق الصراعات طبعا دي بتبقى مصيبه اكبر. لماذا؟ لانها خطره وعوره المواصلات الى اخره الى اخره، البعد. فبتكون النسبه الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها دي 15 ل 20% وقد تزداد. واضرب المثل هنا في البعد طبعا. لماذا؟ البعد الجغرافي وعوره الطرق، صعوبه العمل في المناطق المعزوله، والتامين الصحي اللي طلع عندنا، والتامين على الحياه الى اخره الى اخره الى اخره. اضرب بعض الامثله. واحنا بنتكلم اليوم كان معايا مجموعه من الصوماليين راجعين من سومالي لاند اللي هو في شمال الصومال وفي وسط الصومال، في منطقه اسمها ايه؟ اسمها بيداوة. منطقه اسمها ايه؟ بيداوة. مؤسسه اسمها باكول. حصل ان الجمعيات بدات تعمل اسقاط جوي للمواد الغذائيه والاغاثيه للناس اللي هم مش عارفين حد يوصل لهم. الطياره اللي انت بتتكلم عنها دي لو 40 طن تتكلف، وتتكلف 30 ل 40 ألف دولار عشان تحركها، او 20 ألف دولار. قد تكون الشحنه اللي انت حاططها اللي هم ال 40 طن دول يساوي 40 ألف دولار او 20 ألف دولار. فترتفع نسبه المصاريف الاداريه في الاسقاط الجوي لهؤلاء الناس اللي هيموتوا الى 70 ل 80%. وهذا ما حدث في الحرب بين شمال السودان وجنوب السودان في الثمانينات. كان في قرار سياسي دولي بعدم ادخال المواد الغذائيه من الشمال للجنوب عن طريق النيل، لان كان الحرب ما بين الشمال والجنوب في الفتره دي كلها. فاصبح في وقت المطر تغلق كل الطرق في جنوب السودان للاشهر. كانت الامم المتحده والمؤسسات الاخرى تضطر لعمل الاسقاط الجوي المواد الغذائيه والاغاثيه لكي لا يموت هؤلاء الناس. فالناس قاعدين كده في مجاميع، فطياره تنزل هنا وطياره تنزل هنا وطياره تنزل هنا، ودي كانت بترفع المصاريف الاداريه للارقام اللي قلتها كده 50 60 او 70% عشان الناس ما تموتش. فلابد الفقيه اللي هيفتي يفهم العمل الاجتماعي وخطوره العمل في المناطق دي كلها قبل ان يفتي، ويستند الى عصر عمر رضي الله عنه. عصر عمر ده عصر حصل لمن كانوا مع عمر، اما نحن هنا الان لا عندنا عمر ولا اخلاقيات عمر ولا الناس اللي عاشوا مع عمر ولا اللي عاشوا مع المسيح ولا اللي عاشوا مع موسى عليهم السلام اجمعين. طيب مناطق المجاعات برضك نفسها زي ما قلتها ما تختلفش ابدا عن مناطق الصراعات. عايز روح النيجر، عايز ننزل الصومال، الصومال حدود الصومال واثيوبيا القحط ضارب المنطقه يمكن 1000 ولا 2000 كيلو. فبين البلدين فبين اثيوبيا من الجنوب للشمال لا في طرق ولا في عربيات بتروح، وعايزين نوصل الناس اللي بيموتوا دول هيموتوا. شفناها السنه اللي فاتت لما كان احد رعاه الغنم خرج ب 200 معزه من اثيوبيا وصل لمنطقه في شمال الصومال ب 20 معزه. تعرف اكبر الحيوانات اللي تستطيع ان تتحمل الجفاف؟ الجمل نمره 1، المعيز نمره 2، البقر الابقار نمره 3، وبعدين الخرفان نمره 4. فنفخت منه 180 معزه لغايه ما وصل للمنطقه اللي وصل لها. بعد كده اهو
ساعات احنا كبعض الجمعيات في الخليج الحكومه جزاهم الله خير بتكفل بعض المتطوعين الموظفين، لابد تخش هذه الكفالات والمرتبات كجزء من دخل الجمعيه وتصرف بعد كده كمصاريف اداريه لكي نعرف بشفافيه مقدار وقيمه العمل الذي تقوم به هذه الجمعيه. قد يكون منحه الحكومه مصاريف اداريه تساوي لوحدها 15% او 10% من المصاريف، لكن احنا بنخبيها. لا، لابد نقول عشان نشوف فعاليه انفاق الدولار او الريال او الدرهم او الدينار اللي بنجمعه من الدول الخليجيه على المستفيد مع دعم الحكومه لينا. شفافيه مهمه جدا. بعد كده العمل التجاري، مصاريف التجارية بتصل من 90 ل 95 او 80 ل 85%، يعني اللي بيعمل ربح 5% يا سلام حاجة جميلة جدا. اللي بيعمل ربح 10% يا سلام نقعد نزغرط في البيت. البنوك اللي مصها دم كل الايه؟ المساهمين فيها تديك 1.5% او 2%، مفيش حد بيديك 5% في البنوك. وبننظر البنك بيعمل لك اللي هو ايه؟ اللي هي 95 97% مصاريف اداريه. بعد كده العمل التجاري بقى. احنا دخلنا العمل التجاري بعد كده المثال ده جزء بردك. ده بردك العمل التجاري. الست دي مثلا اكيد مصاريفها الاداريه هتكون اقل من اللي فاتح دكان، صح؟ اقل من اللي واقف بكشك، اقل من اللي عنده سوبر ماركت. فدي ممكن تحقق 60 ل 50%، لان جهدها اللي هو مصاريف اداريه غير نقديه جهدها ده. لكن لما هتخرج من اللي هو البرنامج ده للكشك للدكان اللي بنسميه كورنر شوب للسوبر ماركت هتزداد المصاريف الاداريه لاتباع، ومش هتكون 50 او 60% زي ما كان هي وهي قاعده تطبخ حبه اللحمه. هنا في حبه لحمه هنا بتحمرهم، اخبارك وهي قاعده ايه؟ قاعده في السودان. اقصى ما هتعمل ان هو قاعد على الارض في السودان انها الحته دي اللي هي متر في مترين بتدفع لها ارضيه. بعد كده زوجتك في البيت بتخرج معاك يوم السبت او يوم الخميس او يوم الجمعه، تقعد ساعتين تتسوى عشان تجيب لك الاكل، تديها ميزانيه 150 جنيه عشان تشتري لك 5 وجبات، تطبخ لك 5 ايام في الاسبوع، كل يوم بتطبخ لك فيه ساعتين، يبقى دي ساعتين تسوق و10 ساعات طبيخ او 10 ساعات طبيخ يبقى دي 12 ساعه. لو قلنا ان الزوجه هنديها على كل ساعه 10 جنيه عشان تعمل الموضوع ده كله، يبقى احنا صرفنا 120 جنيه بالاضافه الى ال 150 جنيه اللي هي تكلفه الاكل اللي احنا عملناه. لو قلنا في بقى تنظيف وكذا 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 في البيت هيبقى كمان 5 جنيه. لو قلنا في مصاريف عربيه هتبقى 5 جنيه ثانيين، 130 جنيه. انت مش حاسبهم. لكن هل انت هتستطيع تاكل بطاطس نيه؟ ولحمه نيه؟ فراخ نيه؟ ولا لازم هتطبخ الغاز والكهرباء والحاجات دي؟ فاللي بتقوم بيه زوجتك في البيت مش محسوب، ودي المصاريف الاداريه غير النقديه. فلذلك حتى في بيوتنا المصاريف الاداريه بتاعتنا عاليه جدا عشان ناكل اكله واحده فقط. نرجع للموضوع بتاعنا عشان نختم، ان الوقت طال بينا. نرجع للاول خالص، مفيش حاجه في الدنيا من غير مصاريف اداريه. من يخدعكم ده الجمعيات والمؤسسات يقول لك 0%، قول له انت كاذب. كيف بقى نحل مشكله المصاريف الاداريه؟ ودي الرساله اللي احنا هنقولها. ان اردنا ان نجعل العمل 0% فعلا، لابد ان نقيم وقفيات من اول يوم نعمل فيه العمل الخيري. وتكون الاوقاف اموال الاوقاف التي تجمع لحل هذه المشكله. نحن أمة الأوقاف. الغرب كله عنده أوقاف بتطلع مليارات. هارفارد عندها 37 و 38 مليار دولار،
أكسفورد يونيفرسيتي إلى آخره إلى آخره. لما نزل في وسط لندن كل المباني اللي حوالين الكنيسة اللي هي وست مانستر أبي ملك الكنيسة، شيء جميل إلى الآن يحافظوا عليها وتطلع دخل يومي للكنيسة ولغير الكنيسة. فإن أردنا أن نعالج مشكلة المصاريف الإدارية فعلاجها الوحيد الأول هو عمل الأوقاف لا تستطيع أن تدير دخل. أولا نحل به المصاريف الإدارية، ثانيا يكون جزء من دعم المشاريع اللي نقوم بها، على أن يقوم بمثل هذه الأوقاف المتخصصون أو متخصصين وليس مجموعة الأدرينالين اللي تيجي تقعد مع بعض اللي هي فاهمة بتتكلم عن إيه ولا تقول لك ده مش عارف إيه وكذا وكذا وتضيع فلوس الأوقاف. هيكون متخصصين حتى ولو كلفنا هذا في الوقت والجهد والمال. الحل لنا في إقامة الأوقاف لكي نعالج مثل هذه المشاكل. أنا هغيب عنكم أسبوعين، هكون مسافر في كذا بلد إن شاء الله، ولما هنرجع بعد كده هنتكلم في الأمناء اللي بيرفضوا إنهم يمشوا من الجمعيات. أنا مسميهم المخلل تورشي اللي هو المش، لأن هنعتق المش مدة 40 سنة و 30 سنة وربالك الفسيخ السردين، دول هنتكلم عنهم بعد كده. لأن العمل الخيري والعمل الجمعيات ليس ملك شخص وليس ملك مجموعة وليس ملك حزب أو جماعة أو أي، هو ملك المجتمع. ده هنتكلم عليه إن شاء الله لما أرجع من الصومال إن شاء الله من العراق في يوم 27 و28. وأشكركم جميعاً. وأي استفسار أنتوا عايزينه في حاجة؟ في أسئلة اتفضل. في سؤال من واحد اسمه أيمن الطنطاوي بيقول لحضرتك، هو عنده سؤال حول علاقة الجودة وتكلفة التطوير المستمر داخل المؤسسات الأهلية من جهة، ومن جهة أخرى أثر ذلك على ارتفاع المصاريف الإدارية والمشروعات. قياس الجودة والأثر لابد أن يضع في الميزانية من الأول، لابد. يعني كنا زمان بنقول طلع الجنيه 100%، أنا أريد أن أقيس قيمة وفعالية العمل اللي انا بقوم بيه، فلا بد ان احدد له قيمه من الاول بشركه متخصصه. ودي مش حرام انها تعمل، لان في اموال كثيره جدا بتيجي وبتدلق على ارض سابخه، يقول لك احنا وزعنا 1000 طن وبعدين احنا حفرنا 50 بير، طب وبعدين؟ قياس الاثر ده اللي هو تاثير البير وحفر البير او الخزان المية على مستوى التعليم في القرية. يعني كم بنت دخلت المدرسة وتعلمت بناء على ان احنا حفرنا البير؟ كم سلعة تجارية جديدة خرجتها الام او البنت تباع في السوق المحلي بناء على حفر؟ لان كل دول بيروح يجيبوا المية من بره، فلا بد تحصل، ولا بد نعلم المتبرع. دكتور ايمن انت استاذنا، لابد نعلم المتبرع ان من غير كده ممكن تهلك اموال وملايين، وانا نعرف ايه ليها اثر. في بيقول لك كيف، من عبد الله مهران، كيف ترى توجه بعض المؤسسات الخيريه لانشاء وقفيات او اقسام استثمار يخصص رعاها للمصاريف التشغيليه؟ الاصل الاوقاف من اول يوم يقول للمتبرع انا هاخد من كل درهم او من كل دينار او من كل ريال 2% 3% 5%، يكون عندي شفافيه واقول له دول هيبقوا ايه الاوقاف بتاعتي. حته الاستثمار دي حته معقده ومركبه. لماذا؟ لان الاستثمار بيخش في مضاربات، وقد تكون المؤسسه غير قادره على فهم الاستثمار. وكتير جدا المؤسسات العربيه الغنيه خسرت ملايين في حركات الاستثمار دي كلها. فانت ابن الاوقاف اللي هي الثابته اللي يكون عائدها بسيط ان شاء الله يكون 3% 4% في السنه. يعني واكثر شيء في الاوقاف هي العقارات والاراضي اللي احنا بنتكلم عنها. فاعمل الشيء اللي ما يخسرش الى ان تستطيع. يعني اغلب الاوقاف اللي موجوده عندنا في اوروبا هي المباني القديمه،
اللي هم حافظوا على تراثها، فاصبحت بالنسبه لهم اصول قويه تدور عليهم اموال. فافصل ما بين الاستثمار وبين الاوقاف، ابدا بالاوقاف وتخصص فيها، واجعل المؤسسه الوقفيه فيما بعد مؤسسه مستقله عن المؤسسه الاخرى، لان دي ليها اداره ودي ليها اداره، والاستثمار دي اداره ثالثه. مش كله يعني صرفه، رئيس المؤسسه الخيريه هو رئيس الوقف هو رئيس الاستثمار، لا ده بزراميت، ده بزراميت ما ينفعش. عامل خيري غير بتاع الوقف غير بتاع الاستثمار. في سؤال تاني محمد، واحد اسمه محمد، استقطاع نسبه من المبلغ المتبرع لتغطيه المصاريف الاداريه لا حرج فيه، تمام؟ فبيقول لك كيف يتم تعريف قدر الحاجه الاداريه، يعني كيف تعريف قدر الحاجه في الحاجه الاداريه التي تتبعها المؤسسات؟ هو الحاجه الاداريه حددتها الايه التمن تقريبا، في بعض الناس حددوا التمن، في بعض الناس قالوا اقل من التمن. بالك الحاجه اللي انت بتحددها ان انت بناء على الظرف اللي انت بتشتغل فيه، زي ما احنا اتكلمنا في مناطق الصراعات، خد بالك، في مناطق الجفاف البعيده، في مناطق اللي ما فيش بنيه تحتيه، كل دي بتزود مصاريف اداريه. لذلك هي مش زي ما بنكلم المصاريف الاداريه مش شيء واحد من الطبقه. قد يكون في منطقه في العمل الدولي بتصرف فيها 5%، قد يكون في منطقه هتصرف فيها 20% و25%، قد يكون في منطقه اخرى هتصرف فيها 15%. فالحاجه بيحددها الظرف والمكان، الظرف والمكان هو اللي بيحدد الحاجه. بس لابد ان نحط سقف لمثل هذه الاشياء في انه لا يتعدى مثلا خط معين 20% او 25%. المتبع عند الدول في الغرب ان لا يتعدى 20% الا في حالات استثنائيه في العمل الدولي مش في العمل المحلي، الا في حالات استثنائيه، ولازم تشرح للحكومه ايه الحالات الاستثنائيه دي كلها. يعني احنا بنتكلم النهارده مع الشباب الصوماليين، قال لك في كل حته المجاميع المسلحه اللي احنا بنسميهم الجيت كيبر دول بيفرضوا عليك اتاوه بيسموها زكاه، مش هتدفعها هيفجروك، هتعمل انت ايه؟ خدت بالك؟ في ده ظرف غير طبيعي. تمام. في سؤال بيقول لك اكرام ضيوف المؤسسه باموالها، الاجتماعات، تذاكر السفر، الطيرانات. تذاكر السفر ده جزء من المصيبه الاداريه، ده لا نستطيع ان نخرج منه. طب هو بيقول لك ايه الضامن بقى اللي انت بتحجز، يعني ايه الضامن اللي انا اودي الفلوس جزء منها المتبرع للاداره او والاصح للفقراء، يعني اللي يخليني احجز في هو 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 ده شيء من الشيء. يعني لما هيجي لك ضيف وهتعمل معاه اجتماع بحط له الحاجه البسيطه اللي انت ممكن ايه، يعني ايه واحد جاي عندك فانت بتتخل له في الغداء او العشاء او اللي هو الاكل اللي انت بتحط له على الترابيزه، اثنين راحه. بالنسبه للسفر احنا كلنا بنركب ايكونومي كلاس، في بعض الناس بتسافر كتير فبيكون عندها حاجه اسمها المايلج بتاعتها، فدي بتخليه هو يرقي نفسه مع عن طريق شركه الطيران من الـ من الـ من, الـ من الدرجه الاقتصاديه. فتلاقيني مثلا قاعد في درجه في البيزنس كلاس، الله 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 الله، ده قاعد في بيزنس كلاس ليه ده بيصرف؟ لا هي مش كده، هو بيدي نمره اثنين. النمره ثلاثه تلاقيني مثلا قاعد في اللاونج وانا راكب ايكونومي، انت طبعا قاعد في اللاونج انت جالك ايه؟ سوء الظن، لا ده قاعد بقى في اللاونج بياكل مش عارف ايه وكذا 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 الى اخره، دي نمره ثلاثه. نمره اربعه الناس الكبيره في السن اللي عندها مرض ما تستطيعش انها تطلع على حاجات كبيره. في انا مثلا في يوم من الايام بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي لما حصل في ظهري اللي حصل الحمد لله سبحانه وتعالى، يعني كنت بسافر ايه متبرع من المتبرعين اكرمني بان انا انت ما سافرش لبزنس كلاس علشان عندي اربعه ديسكس في ظهري. لو حد هيشوفني بقى يقول لك شوف بقى قاعد بيعلمنا وكذا وكذا، في استثناءات، لكن هو في الغالب 95-99% من كل السفر للعمال في الاغاثه هو للدرجه الاقتصاديه. تمام. هو هقول لك حاجه، شراء عربيات الدفع الرباعي كانوا بيتريقوا علينا فيها، انزل عند افغانستان مفيش طرق وهات لي عربيه فيت ولا عربيه مازدا ولا عربيه مش عارف اسمها ايه تانية، حاجات من الحاجات البطاطس دي كلها، واخد بالك؟ مش هتمشي. انزل في جنوب السودان، روح في النيجر المطره مطره من غير الدفع الرباعي، هتنام ايه؟ هتنام على الطريق. فالدفع الرباعي يا اخوانا مش رفاهيه، ده رفاهيه على الجبل ولا رفاهيه في المناطق الصعبه، ده اصبح اساسي علشان تروح تعمل دراسه جدوى، دراسه حاله،
عشان تروح تتصل بالناس عشان تروح توصل المعونات ليهم هناك. ازاي هتوصل معونات وانت مش قادر توصل لهم؟ فعربيات الدفع الرباعي، اشتراء التليفونات. احنا كنا زمان لما رحنا افغانستان في 2001 و2002 كان معانا اللي بنسميه ايه، التليفون الفضائي ده، اسمه ايه؟ اسمه مش عارف اسمه ايه يعني. كان الدقيقه ب 5 دولار. لان مع الراخنين في افغانستان في مناطق ما فيهاش اي اتصالات، لو انا مت هناك او غيري مات هيتعرف انت موجود فيه ازاي. فلذلك الحاجات دي كلها قد يراها الانسان، يا سلام شوف بقى ده جايبين تليفون ب 3000 دولار، اه لان انت مودي ناس في عدد ممكن يموتوا فيها. مين اللي هيجيبهم بعد كده؟ في هنا بيقول هنا انا لا انكر حق المنظمات الخيريه في الحصول على مبلغ مال نظير خدمه المحتاج وايصال المال، كما اني لا امانع ان تجمع الهيئه الخيريه المال لها للمصرف الاداريه، ولكن انا لا ارى اي شفافيه في اسلوب جمع المال. فمثلا اذا وجد صندوق لجمع المال لسوريا لا يوجد دليل كم من هذا المال يذهب الى سوريا وكم يذهب الى الجمعيه. نتمنى ان في مانح يعطينا مال للمصرف الاداريه، وده مش ما حصلش. مفيش مانح بيديك فلوس مصرف اداريه يا اخوانا، ده مفيش مانح بيدينا فلوس للعمل البحثي، مفيش مانح بيدينا فلوس لعمل ورشه عمل، كله اكل شرب نايم لبس، خلاص دي نمره واحد. صندوق بتاع سوريا ده الشفافيه معناها هنا، هنا بالنسبه لنا في بريطانيا او في اوروبا التقرير المالي اللي في نهايه السنه بيتحط على الويب سايت بتاعك، ومن حق اي متبرع او اي مواطن يخش ويسالك، ومن حق اي مواطن او اي متبرع يخش ويروح يقول للحكومة انا مقدم شكوى في المؤسسة الفلانية والمؤسسة الفلانية والمؤسسة الفلانية. دي اللي احنا بنسميها الشفافية. نتمنى ان في الدول العربية وغيرها انهم يتبعوا، خاصة الحكومات تتبع هذا المنهج، ان كل جمعية تضع التقرير المالي في نهاية العام على الويب سايت بتاعها. في حاجة ثانية؟ انا ما عنديش مشكله، اي سؤال تسالوه انا جاهز، بس حد يجي يقول لك انا بروح في الاول قبل ده اقول له انت كذاب، لان الجمعيه اللي قاعده في منطقه المجاعه والكارثه والحرب سبقتك، لان في جمعيات وفي مساجد وكنائس ساعه الحرب هم اول، لما بنسميها بالانجليزي الفيرست ريسبوندر، اول من يستجيب هو المجتمع المحلي. تيجي جمعيه من جمعياتك في بلد ما او كذا، احنا اول ما ندخل اقول لك لا انت كذاب، انت مش اول ما ندخل. خلاص هو السؤال تقريبا نفسه، هل يمكن تقليل المصاريف التشغيليه من خلال ايجاد اليات ومصادر اخرى كالمؤسسه المستفيده على المنفذه على سبيل المثال؟ انت في بعض المشاريع بتعملها للمستفيدين، المستفيدين هم اصحاب المال يعني، انها مدره للربح ايه، وتكون سستينبل يعني ايه دائما، فانت بتحاول تعمل مشروع يكون دايم يغذي نفسه بنفسه، وتعلم الناس اللي في المجتمع المحلي انهم يبتدوا يعتمدوا على نفسهم وينتجوا الارض. ومن اهم المشاريع عشان اختم بيها بالنسبه لسوريا اللي هو او بالنسبه لغير سوريا حتى، المشاريع الزراعيه تكلفتها اقل ومش عايزه حرفيه عاليه جدا، وكل الناس ممكن يشتغلوا فيها. فلذلك هنرجع مره ثانيه مره اخرى، انا كنت بتكلم عن اللي بيقول لك انا اول ما دخلت، وانا اول ما بنيت عياده، وانا اول ما بنيت مش عارف، دول كذابين مش صادقين، لانه ما درسش المجتمع ده عايش ازاي من 500 سنه. انت كنت فين انت من 100 سنه؟ لما السوريين كان عندهم كذا وكذا وكذا، ولا الصوماليين كان عندهم كذا وكذا وكذا، ولا لما اليمنيين كان عندهم كذا وكذا وكذا، ولما الفلسطينيين كان عندهم كذا وكذا وكذا وكذا، كل الحاجات دي انت فين انت؟ عشان انت كنت اول ناس، اول واحد بيدفع ويتفاعل مع القضيه هو المواطن والجار اللي موجود في المنطقه. واشكركم وجزاكم الله خيرا، اسف انا طولت عليكم 10 دقائق، واراكم ان شاء الله بعد ما ارجع من الصومال ان شاء الله، او تعالوا معايا الصومال، اهلا وسهلا بكم.